وأما معنى الشهادة أن محمد رسول الله فمعنى أقر وأعترف وأؤمن وأصدق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي هو رسول من عند الله عز وجل، أؤمن به وأصدقه وأتبعه على دينه ولا أتبع أحدا سواه، فكل من اتبع نبيا غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن جميع الطرق إلى الله جل وعلا قد أغلقت، طريق موسى وطريق عيسى وطريق إبراهيم وطريق نوح وطريق جميع الأنبياء كلها قد أغلقت، ولم يفتح الآن من بعثته عليه الصلاة والسلام إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وبه نسخت جميع الملل. لكنه عليه الصلاة والسلام جاء بإقرار التوحيد الذي هو مشترك بين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فجميع الأنبياء أتوا بتوحيد الله جل وعلا. وأما الشرائع فهي شتى كما قال عليه الصلاة والسلام، دينهم واحد والشرائع شتى، ومعنى ذلك أن التوحيد واحد لا يتغير من آدم عليه السلام وهو نبي موحى إليه إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو نبي مرسل. وأما الشرائع فهي متغيرة وهي مختلفة، ومحمد صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الأخير الذي لا يقبل الله دينا سواه. ولذلك كل من زعم أن من اتبع نبيا من الأنبياء فهو مسلم موحد من أهل الجنة فهو كافر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكافر بدين الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. رواه مسلم في كتابه الصحيح.